أسواق المال في الخليج تشهد طفرة غير مسبوقة في الاكتتابات العامة والإدراجات الجديدة، وهي طفرة لا يمكن فهمها بمعزل عن التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المنطقة. هذه الاكتتابات سواء من قبل الشركات الحكومية أو الخاصة تمثل جزء من استراتيجية شاملة تسعى حكومات الخليج من خلالها إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط. لكن وراء هذه الطفرة تكمن قصة أعمق، قصة تعكس كيف أصبحت أسواق الخليج مرآة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. لم تعد أسواق المال مجرد منصات لتداول الأسهم، بل أصبحت مختبرات لاختبار قدرة الاقتصاد على استيعاب قطاعات جديدة وغير تقليدية. في السابق كانت الشركات في قطاعات مثل الصناعات الثقيلة أو الطاقة والبنوك هي التي تسيطر على السوق. أما اليوم فنجد أن شركات من قطاعات غير تقليدية لم تكن حتى موجودة في السوق المالي قبل سنوات قليلة تسعى لإدراج أسهمها في السوق في خطوة لا تعد فقط على أنها خطوة جريئة، بل مؤشر على هذه التحولات الجذرية في بنية الاقتصاد الخليجي. على سبيل المثال، إدراج شركات مثل شركات تصنيع العطور يعكس ميزة متفردة تعبر عن تطور وخصوصية الاقتصاد الخليجي. فبينما قد لا يكون شائعا رؤية شركة عطور مدرجة في الأسواق، فإن هذا الإدراج في الخليج يشير إلى قدرة المنطقة على تقديم فرص استثمارية جديدة وجذابة. هذه الشركات لا تنافس بالضرورة الشركات العالمية الكبرى، ولكنها تتمتع بإمكانية جذب المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في شركات تصنف ضمن فئة النمو أو المعروفة بGrowth Companies، مثلما يحدث في قطاع التكنولوجيا. النقطة المحورية هنا ليست فقط في تبني التكنولوجيا كعامل رئيسي للنجاح، بل في قدرة هذه الشركات على تقديم نماذج أعمال جديدة ومبتكرة. وهنا يكمن التحدي كما هي الفرص، أن تقديم منتجات فريدة وتطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة وبناء علاقات قوية مع العملاء، هذه العوامل المجتمعة قد تجعل من هذه الشركات قصص نجاح عالمية. لكنه بالتأكيد ليس مليئاً أو مفروشاً بالورود، فالتكيف مع بيئة اقتصادية متغيرة باستمرار والقدرة على البقاء في سوق مليء بالمنافسين يعد واحد من جملة التحديات لتلك الشركات. حتى الآن سوق الاكتتابات في الخليج يقدم صورة مشرقة. قيمة الاكتتابات العامة للأسهم الخليجية في النصف الأول من عام 2024 بلغ نحو 15 مليار دولار. السعودية استحوذت على النصيب الأكبر منها، تليها الإمارات في المركز الثاني. ومنذ العام 2021 وحتى العام 2024 أسهم هذه الشركات في الإمارات والسعودية المدرجة في أسواقها في تلك الفترة صعدت بالمتوسط 45% منذ طرحها للتداول العام. الخلاصة، هذه الطفرة في الاكتتابات والإدراجات الجديدة لا تعكس فقط تحولاً في سوق المال، بل تمثل أيضاً جزءاً من قصة أكبر حول كيفية إعادة تشكيل الاقتصاد الخليجي. الفرص التي تقدمها أسواق الخليج للشركات غير التقليدية هي فرص هائلة، وتتيح لها أن تلعب دوراً حيوياً وملهماً في مستقبل اقتصاد المنطقة.